الصحفيون بتأخير مواعيد المباراة وكرة جديدة على أرضه والهدف الثاني والهدف الثاني على طريق ريدل ريدل والهدف الثاني لصالح المنتخب الألماني في الدقيقة 19 الدقيقة 19 وريدل ريدل يضاعف النتيجة لصالح المنتخب الألماني بهدا من الدفاع الكوري كرة تضرب على العارضة وتعود وريدل الذي يدخل في التشكيلة اليوم شوفوا التوقيعة وبهتة من الدفاع والحارس تضرب الكرة في العارضة وتعود أمام ريدل 29 سنة